شهر رمضان الذي انزل فيه القران عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى امسى قال لرجل انزل فاجدح لي فقال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم